ورحمة الله وبركاته، صبحه الله بالخير. خربنا اليوم الوضع، فكينا الحمام اللاحي، بس بعد ايش؟ بعد ما قصصته. شوف هذا مفترس، هذا مفترس، شايفين؟ وين هذا مفترس؟ كل قصصت الحمام. طار انا طار اثنين زغلي الملتفات المأكولات الاول، هو تعرف انت اللاحم طار، اثنين زغلي طاروا. هنا شو قبعنا، كل شيء خربت، كل شيء الباب شلته. هنا الحمام جمعته بشيله، شلت السقايه هذه، بخلي هذه عندها بحضن البيضه اللي تركز زي كذا لما تنتج. هذا اللي كان برا، هذا جمعت الحمام كذا، الحين بحطه في البرج ان شاء الله. شوف الحمام اللاحم، والله يا ابو فهد رفعت لك فيه، رفع عليه كله قصيت ما عدا هذا، هذا ما قصيت، هذا جوز طبعا ما قصيت لان ولدهم ذا اكلي. المشكله البارح منزل معي في البيت، رجعته برضه اكله. شوف هذا من حق هذا المفترس، وهذا مفترس كله قصيته، هذا حتى الاتراك ذول قصيته، ما عدا خليت هذا، وهذه بيض، وذا الذكر، وهذه داد، أربعة بس خليت بدون قص. والزغليلة اثنين من التفطار، والله ما أدري فين راحوا، نسيت الباب وراي مفتوح، راحوا. عم دي يقول لي الحمام من اللاحم ما يطير، قسم بالله يطير، يخرب مط الناطح يا والله. يلا هذا خلاص، شلت الشبكة اللي هنا، شلت الباب، خلاص الحين بدون خلاص راح نكسر هذه إن شاء الله. أبراج هذه ما لها داعي، ما لها داعي، أبراج على الفاضي، يدخلها مطر ايش تبغاه؟ جا طير، يا طير يلي، جا طير جا، لا حرام، لا حرام، فين ال تعال شوف البرج ايش صار، بس دقيقة قبل البرج، هنا أمس أغلو فكينا عنه. انا اتوقع انه موت، لا والله حي ما شاء الله، ما شاء الله حي، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والله توقعت يموت. هذا اللحم اول مره ينفك، خلاص راح افكه على السطح ان شاء الله. تعال هذا الباب، طبعا باقي خشب هنا وخشب هنا وخشب فوق، بعدين ان شاء الله نضبطها اشكال من كذا، بس انا مستعجل يتقفل. برضه كويس الشمس تدخل، يعني كويس. هذا المويه بجيب العلف وان شاء الله نفك الحمام الان، بس دقايق وارجع لكم. يلا عدنا الكوم، حطينا الاكل، انا بفك عبدور، بسم الله، يلا عد بسم الله. يلا شلو برا، يلا اطلعوا، يا ابو ايش هم دولي، ايوه تقصيد هو ولا ايش؟
يلا تستغربين. طيب إلى متى؟ أنا باخذ لك الصبقة والله الدنيا احترت خلاص. يلا اسرع اسرع يلا يلا بلا بلا طيب إلى متى؟ يلا خلاص استنيت منكم. يلا 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 هذا ذيلها قصيت بالغلط نتف بالغلط ايش سوي خلاص موي عندك شوف يلا عاد شوف وين راح طبعا الى هنا نهاية حلقة اليوم ان شاء الله تكون حلقة جميلة يا ابو فهد هذا منظر البابخ ان شاء الله راح نغش قوي كذا كذا تحس ما هو بس ان شاء الله نضبطها ان شاء الله يلا الى هنا نهاية حلقة اليوم واليوم جمعة صلوا على النبي يا شباب صلوا على النبي اذكروا الله اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله اليوم جمعة صلوا على النبي شباب يلا فمان الله فمان الله.